ظهر بمعنى خرج فعل، الظهور هو البيان، فلما واحد يظهر من المكان يبين. فمن كلام العرب في شبه الجزيرة العربية كلمة آئلة للانقراض كانت تستخدمها جدتي في وصف جدي وهو يخرج من المزرعة إلى السوق. جدك لما ظهر من المزرعة تملأ بالسوق 6 ساعات، وراها ظهر من السوق ورد للبيت. فهل كلمة ظهر بمعنى الظهور إنه خرج من المكان لا تزال موجودة في لهجتكم أم هي منقرضة؟ لأني ما عاد أسمعها لا من بدو ولا من حضر من جيل الشباب. شكرا للمشاهدة.